التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي لمتابعة أهم خطوات تطوير مسارات التعليم قبل الجامعي. أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على مواصلة هذه الخطوات التي تتم لتطوير مسارات التعليم قبل الجامعي، معتبرا أنها ترتبط بمرحلة مهمة وفارقة من التعلم وغرس المهارات لدى النشأ، والتي تمثل ركيزة رئيسية لهم بعد ذلك في رحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.